ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك. مرام، فضلا عن الأخبار التي تناولناها في جولة اليوم، هناك أخبار تخص الحرب الإلكترونية الأوكرانية. من تبعات هذه الحرب الأوكرانية بأن أوروبا بدأت بتغيير قواعد التجنيد، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ نعم بالفعل إسماعيل، الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى جعل بعض الدول الأوروبية تعيد التفكير بسياساتها العسكرية، وخاصة ما يتعلق بموضوع التجنيد العسكري والخدمة الوطنية. هنا أشارت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى أن 10 دول أوروبية تفرض التجنيد الإلزامي على مواطنيها، وهي أهمها دول أوروبا الشرقية، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، إضافة إلى دول البلطيق، السويد، النرويج، وأيضا فنلندا، وإضافة إلى اليونان والدنمارك وسويسرا والنمسا. هذه الدول هي أساسا تفرض عملية التجنيد الإلزامي، لكن قامت بتغييرات على بعض القواعد والإجراءات التي تتعلق بعملية التجنيد. مثلا النرويج هذا الأسبوع قامت بخطط لزيادة عدد أفراد جيشها من 9000 إلى 13500 جندي حتى عام 2036. أيضا الدنمارك تبعتها في هذه الخطوة وقامت بزيادة أعداد الجيش، ولكن عبر فرض التجنيد الإلزامي للنساء بعد أن كان اختياريا، ورفع أيضا فترة الخدمة العسكرية من 4 أشهر إلى 11 شهر، وبالتالي تصبح الدولة الثالثة التي تفرض التجنيد الإلزامي على النساء بعد السويد والنرويج. أيضا من خلال بعض النشاطات للدول الأوروبية، لاتفيا قامت أيضا بإعادة التجنيد الإجباري بعد أن أصبح اختياريا منذ عام 2006، وخاصة أن لاتفيا هي من أوائل الدول التي تستشعر الخطر والهجوم الروسي بعد الحرب الأوكرانية. أيضا السويد تراجعت بعد أن كانت قد قررت إلغاء الخدمة الإلزامية، تراجعت عن هذا القرار الذي اتخذته في عام 2018، وذلك بناء أيضا على الخطوات الروسية المعادية لأوكرانيا، وخاصة بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. لكن آخر الدول التي قامت بهذه التعديلات هي أوكرانيا، بإعلان الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن خفض سن التجنيد من 27 عام إلى 25 عام، وأيضا قام بإلغاء بعض الإعفاءات الطبية للخدمة العسكرية، وهذا طبعا بعد اعترافه بنقص عدد الجنود على الخطوط الأمامية. ولكن بطبيعة الأحوال هناك بعض التقارير التي تشير أن هذا الأمر قد يشكل عائقا مستقبليا بالنسبة لأوكرانيا، سواء بنقص عدد الشباب والأيدي العاملة أو حتى بزيادة معدلات الشيخوخة داخل أوكرانيا، وهذا الأمر قد يؤدي إلى انخفاض عدد السكان والتغيير الديموغرافي الذي يمكن أن يحصل داخل أوكرانيا. وبالتالي هذه الخطوات هي تقوم بعد أن قال الاتحاد الأوروبي أن هناك ربما هجوم محتمل من 3 سنوات إلى 5 سنوات قد تقوم به روسيا على الدول الأوروبية وتحديدا الشرقية منها، في حال حققت نصرا على أوكرانيا، وهذا الأمر الذي تحاول الدول الغربية تجنبه بطبيعة الأحوال. تفضل إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر، أمس يعني تناقلت الصحف الأمريكية عن تأثيرات الصين على الانتخابات الأمريكية، ما تفاصيل هذا الموضوع؟
نعم بالفعل إسماعيل، يعني يبدو أن الهاجس الأمريكي اليوم هو تأثير الصين، وتحديدا من خلال مجال التكنولوجيا والمعلومات، على الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر القادم. وعدة مصادر تحدثت عن كيفية تأثير الصين على هذه العملية الانتخابية، منها صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت بأن الصين تقوم بالتأثير على الانتخابات من خلال استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، وستقوم بنشر أو بدأت بنشر معلومات مضللة عن السياسة الأمريكية الداخلية. أيضا هذا ما أكدته شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة من خلال حديث رئيس أمن العملاء للشركة، الذي قال بأن الصين أصبحت أكثر نشاطا خلال 6 أشهر الماضية، وتستخدم حسابات للعملاء عبر الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة فيما يخص السياسة الداخلية الأمريكية، وتحديدا ما يتعلق بالمواضيع الحساسة كموضوع الهجرة، أيضا موضوع المخدرات وتعاطيها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى موضوع النزاعات العرقية التي باتت تشكل خطرا أيضا في الداخل الأمريكي. وبالتالي هذه المعلومات أكدتها وزارة الخارجية الأمريكية منذ الخريف الماضي، عندما قالت بأن الصين تقوم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سعيا منها لتحقيق مآربها فيما يتعلق بالطموحات الصينية الجيوسياسية. وأيضا كان هناك تقارير لعدد من المراكز الاستراتيجية، مثل مركز الحوار الاستراتيجي الذي يعد مقره في لندن، الذي قال بأن الصين تقوم بنشر حسابات من خلال الذكاء الاصطناعي لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشويه من خلال هذه الحسابات تشويه صورة الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك للتأثير على العملية الانتخابية. لكن بطبيعة الأحوال الصين نفت جميع هذه التقارير، وقالت على العكس أنها قامت هي بتوجيه الاتهامات المباشرة إلى واشنطن، وقالت بأن وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي تغلي بالحسابات التي تعطي معلومات مضللة عن الصين، وأن الشغل الشاغل بالنسبة لواشنطن هو نشر المعلومات الكاذبة عن الصين لبقاء هذه التخوفات في الداخل الأمريكي، واعتبار أن بكين دائما ما تسعى إلى إثارة النزاعات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دائما ما يكون هناك اتهامات متبادلة سواء من قبل واشنطن أو حتى من قبل بكين حول موضوع الأمن السبراني والاختراقات الأمنية السبرانية بين الدولتين. تفضل إسماعيل. مرام، نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنفي واشنطن وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا. هل هناك من معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل، يعني تصريحات نارية أطلقها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول هذا الأمر، وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية سرية في إقليم إسكوبو الذي يقع في داخل أراضي غويانا، وقال بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد خطير تقوم به الولايات المتحدة ضد فنزويلا. لكن من خلال تصريحاته اللافت في الأمر أنها جاءت مع اجتماع للبرلمان الفنزويلي للاحتفال بصدور قانون مؤخرا يضع أسس الدفاع عن غويانا، وتحديدا إقليم إسكوبو الذي يقع داخل الأراضي في غويانا، وذلك بعد 4 أشهر من استفتاء عام، وطبعا هذا الاستفتاء غير ملزم دوليا
دوليا بأغلبية ساحقة أنه يحق لفنزويلا إنشاء مقاطعة لها داخل إقليم غويانا وتحديدا في إسكوبو المتنازع عليه بين فنزويلا وغويانا. بطبيعة الأحوال وزارة الخارجية في غويانا اعتبرت هذا الأمر أنه خرقا لأبسط قوانين ومبادئ القانون الدولي، ودافعت عن هذا الأمر بأنه انتهاك لأراضيها. طبعا هذه المنطقة إسماعيل هي متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا منذ عام 1899، وتم وضع معاهدة في ذلك العام لحل النزاعات الحدودية بطريقة سلمية، وتم تجديد هذه المعاهدة في العام الماضي، وتم الاتفاق على حل هذا الأمر بين الدولتين من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي. لكن أيضا من خلال تصريحات واشنطن، جاءت التصريحات من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال بأن الولايات المتحدة أساسا لا تمتلك أي قواعد عسكرية في إقليم غويانا، وأنها لا تسعى أساسا لوجود مثل هذه القواعد في تلك المنطقة. وأيضا قام بدفع الجانبين لحل هذه الأمور سلميا خوفا من أي تصعيد، والالتزام بمبادئ المعاهدة التي تم إقرارها عام 1899. أيضا إسماعيل، يمكن الحديث بأن هذا النزاع بين غويانا وفنزويلا على الحدود جاء في عام 2000 أو تصاعد في عام 2015 بعد اكتشاف أن منطقة إسكوبو هي غنية بالنفط، وبدأ الحديث عن أن إقليم إسكوبو لمن يتبع أساسا لغويانا أو حتى لفنزويلا. وأيضا ما زاد الطين بلة إن صح التعبير أن واشنطن قامت بعمليات تدريبات عسكرية مشتركة مع غويانا، وهذا الأمر أيضا جعل من فنزويلا تفكر مليا بأخذ هذه الفرصة لضم إقليم إسكوبو إلى أراضيها حسب تصريحات الرئيس الفنزويلي مادورو. تفضل إسماعيل، أعود إليك. من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، جزيل الشكر على هذه المداخلة.